معانا النهارده العيله، ام وولادها، ام وبنتها عندها 8 سنين والابن اصغر كمان. علا رشدي وولادها في تحدي الاسبوع. انا ما سلمتش عليهم عشان الاقيه مكسوفين، الاقيه مؤدبين، مكسوفين جدا، فانا عامله ان انا مصدقه. ايوه ايوه شويه بس كده، ويعني هلو دي قاعده تقولي في ناس، في ناس. لا لا بصي الباي باي، ما قلتليش ان في ناس. لا ما اتفقناش على باي مؤدبه ازاي. بصي الباي باي يا سلام ملاك. ادب ادب ادب. احكي لي عن ولادك المؤدبين دول. لا اللي مؤدبين جدا بصراحه. هو دوزي قاعد دلوقتي بيتفحص وبيستكشف، ايوه، وبيشوف المكان ده ايه. يعني هو بيستكشف، هو بيحب جدا يوبزرف، يستكشف، يعني يبص كده ويذاكر المكان. وبيحب دايما يبقى ورا الكاميرا، بيقول انا عاوز ابقى كاميرا مان. عنده كام سنه؟ 5 سنين. وجميله بقى العكس تماما، جميله بقى بت يعني اجتماعيه جدا، يعني بتحب تخش في الناس بقى، يعني تقعد مع الكبار وتقعد مع الصغيرين. هي اسمها جميله وبتدلعيها ميلا، وادم اسمه ادم بتدلعيه بتقولي له دوزي.